وهذه عودة أخرى إلى الأستاذ خالد العيصر للحديث عن التطورات الجارية في السودان. أستاذ خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كل عام وأنتم بخير ومشاهديكم الأعزاء أيضا بخير، والرحمة والمغفرة للشهداء في السودان. حياكم الله وأهلا بكم. نأسف للأوضاع التي تجري في السودان اليوم. الجيش يعلن من جديد موافقته المشروطة على هدنة جديدة بشروط أو بشرط وقف قوات الدعم السريع تحركاتها. هل تعتقد أن حميدتي يمتلك بالفعل خيار الانتظار والموافقة؟ ربما التجارب خلال اليومين الماضيين أثبتت أن الهدنة التي أعلنت تم اختراقها بصورة واضحة من قوات الدعم السريع، وهي دائما تتخذ تكتيك أنها ترغب في الحصول على هدنة لفتح ممرات إنسانية حسب المناشدات الدولية، ولكن بكل أسف هي تتحرك لتعزيز مواقفها الدفاعية والهجومية وسط العاصمة. هذا الأمر تجاوز الزمن الآن، القوات أصبحت تسيطر، القوات المسلحة أصبحت تسيطر على الحال المشهد العام. نعم. هناك جيوب صحيح أنها صغيرة، ولكن المناشدة التي أطلقها الجيش بضرورة وجود ضمانات من عدم تحرك قوات الدعم السريع مفهومة ومبررة، لأن التجربة خلال اليومين الماضيين أو الثلاثة أيام الماضية أثبتت أن قوات الدعم السريع تطلب الهدنة، وأن يوفي الجيش بالتزاماته هي تتحرك لتعزيز مواقعها الدفاعية والهجومية، وهذا أمر مفهوم. طيب، المندوبة الأمريكية تحث مجلس الأمن على التحرك لوقف القتال في السودان، ما هي أوراق الضغط التي ستستخدمها واشنطن للضغط على وعلى من ستوجهها؟ لا سيما أن هناك تكهنات غربية تقول أن هناك احتمال انخراط مقاتلي فاغنر الروس في القتال لصالح قوات الدعم السريع. دعني إذا سمحت لي أصحح بعض المفاهيم. نعم. بدءا، الشعب السوداني يعني على قلب رجل واحد وامرأة، دعني أقول أنهم في مبدأ يعني منح الحصانة والصلاحية والتفويض الكامل للمؤسسة العسكرية الممثلة في الجيش. نعم. لكي يقوم بدور الوطني في الدفاع عن السيادة الوطنية. لا أحد في السودان يرقب على الإطلاق في وجود ميليشيا خرجت من رحم المؤسسة العسكرية وكانت جزء فاعل من المنظومة الدفاعية حتى قبيل استعماره ودخوله احتلاله لمطار مروي. هذا الفعل كان مرفوض للحد البعيد، هذا السلوك ينوم عن خروج كامل عن مظلة المؤسسة العسكرية، وايضا هو حاله انقلابيه بموجب المعطيات التي يعني كانت متوفره على الارض، وافسحت عنها عمليه المحاولات المتكرره لاحتلال القياده العامه. وبالتالي الاراده الدوليه ممثله للولايات المتحده او مجلس الامن ان ارادت ان تفرض عقوبات فلتفرض على قاده الدعم السريع وليس الجيش، لانهم هم الذين ارتكبوا هذه الاخطاء. طيب، ما هي احتمالات توسع هذه الاشتباكات الجارية إلى حرب أهلية جديدة في السودان؟ هل سيسمح المجتمع الدولي بذلك؟ أولا، لا يمكن أن يسمح المجتمع الدولي بحكم أن السودان في الموقع الجيوستراتيجي مؤثر جدا في دول الإقليم، بالإضافة إلى أنه هناك محاذير في لحالة من الصراعات في تلك المنطقة، منطقة القرن الأفريقي. جميع هذه الدول لديها مشاكل داخلية. نعم. مرورا من شرق أفريقيا، مرورا بجنوب السودان، تشاد، أفريقيا الوسطى، كل دول الجوار السوداني فيها مشاكل حقيقية، وبالتالي نعم. الغرب لا يمكن أن يسمح باشتعال فتيل الأزمة جديد في السودان، وعلى وجه التحديد مصر الجار الشمالي للسودان، هذا الأمر يهدد أمن الاستراتيجي والقومي، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك نزر لحرب أهلية ابتداء، لأن الشعب السوداني كله متوافق حول فكرة محاربة الدعم السريع وضرورة دمجها في القوات الوطنية الرسمية. طيب، في حال انتصر أحد الطرفين العسكريين، هل تعتقد أن التحول الديمقراطي في السودان يمكن أن يتم بشراكة العسكر من جديد بالسلطة أو وصايتها عليها؟ أنا في تقديري الشخصي أن العسكر منذ إجراءات 4 يوليو 2021 كانوا جادين 2022 كانوا جادين في الانسحاب من المشهد السياسي وترك الجمل بما حمل، ولكن القوى المدنية هي التي أرادت أن تعيد مرة أخرى مدعومة من البعثة الأممية، وهذا يجب أن ينتبه إليه الناس. العسكر يرغبون في تأسيس حكومة انتقالية مدنية كاملة الدسم مكونة من كفاءات وطنية مستقلة، لا حتى لا يحدث استقطاب، وتعلم أن حالة التشظي والاستقطاب واسعة بين القوى المدنية.
التي تريد أن تسيطر على المشهد الانتقالي وفق شراكتها غير المعلنة مع قوات الدعم السريع لكي تكون زراعة عسكرية، وهذا الأمر تجاوز الزمن الآن. لم يعد الدعم السريع السلطة ولا القدرة بعد قرار دمجها داخل مؤسسات الجيش وتأسيس حرس الحدود التنظيم الذي هو يتبع للجيش، وهو كان الذراع الأساسي الذي والنواة الأساسية التي انبثقت منها فكرة الدعم السريع. هناك تحولات كبيرة جدا جرت في المشهد السياسي السوداني والأمني والعسكري، ولن يكون متاحا من جديد يعني هذا النوع من الشراكات والمغاربات المختلة بين بعض القوى المدنية ومحاولات يعني تفكيك المنظومة الأمنية. هذا الأمر تجاوز الزمن بحكم المعطيات. طيب أستاذ خالد، السؤال هنا، ما هي الأهداف غير المرئية لقوات التدخل السريع؟ أصلاً أسست هذه القوات في عام 2013 تحت اسم حرس الحدود، وكانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، كانت تعين كقوة مساندة الجيش القومي السوداني، ومن ثم تم تطويرها إلى في 16 يناير 2017 بموجب قرار صادر عن البرلمان الذي كان آنذاك في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وأتبع هذا القرار إلى المؤسسة العسكرية. طيب. بعد قيام ثورة ديسمبر في 11 أبريل ونجاحها وسقوط نظام الإنقاذ والبشير، ارتكب البرهان ربما خطيئة كبيرة بالتماهي مع قوات الدعم السريع بتعطيله للمادة 5 التي تتيح للقائد العام للقوات المسلحة أن يدمج أو أن يصدر قرار تبعية أو عدم تبعية قوات الدعم السريع للمؤسسة العسكرية. طيب، ما هي أهدافها الحقيقية من وراء هذه التمرد الذي يجري في السودان؟ أهدافها السابقة كانت قوة مساندة للجيش الوطني السوداني، وكانت لها أدوار، حتى نكون موضوعين، كانت لها أدوار مشهودة وقدمت رسالة جميلة في حماية الأمن الوطني السوداني، ولكن ونغير ونشهد بأن المنتسبين أيضا يعني هم لعبوا أدوار كبيرة جدا في تاريخ الحياة السياسية والأمنية في السودان. نعم، من لندن المحلل السياسي السوداني الأستاذ خالد العيسر، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.